أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية وموضوع في الأسر. تناول اليوم إن شاء الله هو التذوق الفني، والدرس في البلاغة أو التذوق الفني سوف ندرس التمني، وهو من الإنشاء. لنأخذ بعض الأمثلة للتحليل كما نرى. مثلا يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فإذا نظرنا إلى هذا المثال نجد أن الشاعر قال: ليت الشباب يعود، فهو هنا يتمنى. فهل التمني ده تمني حقيقي أم تمني غير حقيقي؟ هنا هو تمني حقيقي كما نرى، نوع التمني حقيقي. لماذا؟ لأنه يتمنى أمرا مستحيلا، وقد استخدم كلمة التمني وهي ليته. لنرى مثالا آخر: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم. هنا أيضا الشاعر استخدم كلمة ليت، ويتمنى أن الكواكب تدنو له فيصنع منها عقود مدح لممدوحه، وهذا تمني حقيقي لأن الشاعر قد استخدم كلمة ليت، وأن هذا الأمر وهو اقتراب الكواكب للشاعر أمر مستحيل، لذلك نسمي هذا الأسلوب تمني حقيقي. لنرى أمثلة أخرى في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، على لسان ملأ قارون ومن حوله ومن تمنوا مكانه. وهذا التمني تمني حقيقي، لأنهم كانوا يتمنون أن يملكون مالا مثله. لماذا؟ لماذا هذا تمني حقيقي؟ لأنه يتمنى أمرا ممكنا لكنه صعب المنال، وقد استخدم كلمة ليته. مثال الآخر، قال تعالى: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأيضا هذا تمني حقيقي، لأن الذي قال هذا الكلام كان ممكن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته وقبل الحساب يوم القيامة. فهذا التمني أمرا كان ممكنا لكنه صعب المنال الآن، ولذلك استخدم كلمة ليت التي تستخدم للتمني للأمر غير الممكن أو المستحيل أو بعيد المنال. أيضا من الأمثلة يقول الشاعر: أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. الشاعر هنا يستخدم لعلي، ولعل تستخدم أصلا للرجاء، ولكن هذا أمر صعب، صعب أن يطير وأن يأخذ أجنحة الطائر ويطير إلى محبوبه، ولذلك نسمي هذا الأسلوب تمني مجازي، لأنه يتمنى أمرا مستحيلا واستخدم الأداة وهي لعل، وهي ليست للتمني، إنما أراد الشاعر غرضا معينا. مثال آخر: ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. الشاعر هنا يتمنى أن يشتري أيام الشباب أو أن تعود أيام الشباب، واستخدم كلمة لو، وهي لا تستخدم أصلا للتمني، ولذلك نسمي هذا تمني مجازي، لأنه يتمنى أمرا مستحيلا واستخدم الأداة لو، وهي ليست للتمني، إنما أراد الشاعر غرضا آخر. أيضا: أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللاتي مضين رواجع. الشاعر هنا يسلم على البيت وسلمى،
ويتمنى أن تعود الأيام إلى سابق عهدها أو أن تعود من نفسها، لكن هذا لا يمكن أن يكون. والشاعر هنا استخدم كلمة هل، وهي لا تستخدم للتمني، فهذا تمني مجازي. لماذا؟ لأنه يتمنى أمرا مستحيلا، واستخدم الأداة هل، وهي ليست للتمني، إنما استخدمت لغرض معين. مثال آخر: فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد، ما بيني وبين المصائب. إذا نظر إلى بيت الشعر نجد أن الشاعر استخدم كلمة ليت، وهو يتمنى أمرا: ليت بيني وبين أحبتي من البعد، ما بيني وما وبين المصائب. فهذا أمر يتمناه الشاعر، وهذا لأنه أمر يرجى حصوله ويطمع في نيله، ومع ذلك استخدمنا كلمة ليت. لماذا؟ ليت هنا استخدمت مجازية. لماذا؟ لأن هذا أمر يطمع في حصوله، وهذا أمر ممكن. الخلاصة: إذا كان معنى الجملة لا يرجى حصوله لأنه مستحيل، يعني إذا كان معنى الجملة مستحيلا فهو تمن حقيقي، وإذا كان معنى الجملة ممكن ورغم ذلك لا يرجى حصوله لأنه صعب المنال فهو تمن حقيقي أيضا. إذا مستحيل أو صعب المنال فهو تمني حقيقي، هذا إذا كان معنى الجملة. التفريق بين التمني الحقيقي والمجازي ليست مهارة سهلة، إنما تحتاج إلى تدريب وتركيز، خاصة الحقيقي والمجازي في وجود ليت. كلمة ليت للمجازي والحقيقي. نستأنف تلخيص ما سبق: معنى مستحيل إذا كان هناك معنى مستحيلا مع استخدام لو أو لعل أو هل، تمني مجازي. إذا اربط إذا كان هناك لو ولعل وهل والمعنى مستحيل فهذا تمني مجازي. النقطة الرابعة: إذا كان هناك معنى الجملة ممكن ويرجى حصوله ومع ذلك استخدمنا كلمة ليت فهذا تمني مجازي. لماذا؟ لأن ليت لا تستخدم للتمني الممكن حصوله أو القريب حصوله. مع وجود ليت كيف نفرق بين التمني الحقيقي والمجازي؟ نركز على المعنى: لا يرجى حصوله فهو حقيقي، يرجى حصوله فهو مجازي. إذا مع ليت إذا كان التمني لا يرجى حصوله فهو حقيقي، وإذا كان يرجى حصوله فهو تمني. نأتي على تدريبات أسلوب التمني نوعه والسبب. قال تعالى على لسان الكافر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. هذا تمني حقيقي عندما يرى الكافر عمله يوم القيامة وهو يتمنى أن يبعد هذا العمل، وهذا أمر مستحيل لن يبعد عنه، المعنى مستحيل. واستخدمت أداة ليت فهذا تمني حقيقي. أأيام الهوى هل مواضيق عود، وهل لشباب ضل بالأمس منشد. هذا مجازي. لماذا؟ لأنه استخدم أولا أداة هل للتمني، المعنى مستحيل، واستخدم هل فهذا تمني مجازي. أسلوب التمني نوع سبب أمثلة أخرى: واها لأيام الصبا وجماله، لو كان أسعف بالمقام قليلا. لو استخدمها الشاعر هنا للتمني، فإذا لو للتمني والأمر مستحيل، إذا هذا تمني مجازي. والسبب أن المعنى مستحيل واستخدم الشاعر كلمة لو. قال تعالى: قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هذا تمني أيضا مجازي. لماذا؟ لأن المعنى مستحيل وقد استخدمت في الآية كلمة لعل. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. المثال التالي: إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. هذا أيضا مجازي. المعنى ممكن محبوب ويرجى حصوله، لكن الشاعر استخدم كلمة ليت وهي للاستبعاد، فهذا مجازي لأنه استبعد أمرا ممكنا فهذا
تمني مجال. الأغراض البلاغية للتمني: الغرض البلاغي من استخدام لو في التمني هو إظهار التمني بعيدا نادر الحدوث، والغرض البلاغي من استخدام لعل في التمني هو إظهار المستحيل في صورة الممكن، لأن على للترجي، والترجي يؤمل حصوله. والغرض البلاغي من استخدام هل هو إظهار المستحيل في صورة الممكن. مرة أخرى: الغرض البلاغي من استخدام لو في أي جملة فيها تمني هو إظهار التمني بعيدا نادر الحدوث. يبقى في لو أن الأمر هذا بعيدا ونادر الحدوث، أما مع لعل فهو إظهار المستحيل في صورة الممكن، لأن على تستخدم للترجي، والترجي يمكن أن يحدث. الغرض البلاغي من هل التمني في التمني هو إظهار المستحيل أيضا في صورة الممكن. نأتي للتدريبات على الأهداف. السؤال الأول: ميز بين التمني الحقيقي والمجازي فيما يأتي. ليت أيام الطفولة تعود، هذا تمني حقيقي لأن استخدمنا كلمة ليت في الجملة وهذا أمر مستحيل، فهذا تمني حقيقي. لعل الطيور تنقل لك أشواقي، هنا استخدم الكاتب لعل وهي الأمر يمكن حصوله، واستخدمها هنا استخدام مجازي، يعني الجملة تمني والشاعر والكاتب استخدم كلمة لعل لإظهارها أنها قريبة. لو عاد بي العمر ما دخلت مجال التدريس، إذا قال قائل ذلك فهذا أيضا مجازي لأن الكاتب استخدم كلمة لو. السؤال الثاني: حدد الغرض البلاغي من التمني في الأمثلة التالية. أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، هذا المثال الأول. المثال الثاني: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. والمثال الثالث: في القرآن الكريم هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. نأتي إلى الإجابة. في المثال الأول الغرض البلاغي من استخدام لعلي إلى من قد هويت أطير، واستخدم الشاعر كلمة لعل في التمني لإظهار المستحيل في صورة الممكن، لأنه مستحيل أن يطير إلى من يحب، واستخدم كلمة لعل ليجعل الأمنية في نفسه وكأنها ممكنة، وذلك ليعبر عن حبه. في المثال التالي: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك، لو كانت أيام الشباب تعود أو يشتريها الشاعر أو تعود من نفسها ترجع. الغرض البلاغي من استخدام لو في التمني إظهار التمني بعيدا نادر الحدوث، فكلمة لو في البيت كأن هذا الأمر بعيد نادر الحدوث وصعب المنال، وهي عودة أيام الشباب. المثال الأخير الغرض البلاغي: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هو التمني وهو إظهار المستحيل في صورة الممكن. يوم القيامة الكافرون يقفون أمام الله سبحانه وتعالى ويعبرون عن أمنيتهم وهي مستحيلة بهل لعل أحدا، لعل ذلك يحدث وهذا لن يحدث، لأن هنا إظهار المستحيل في صورة الممكن، هذا يعبر عن تمنيهم وحبهم أن يحدث ذلك، ولكن هيهات هيهات. السؤال الثالث: صغ أسلوب تمني مجازي للدلالة على إظهار المستحيل في صورة الممكن. قل لعل أيام الشباب تعود، لعل أيام الشباب تعود. وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة المباركة، نتمنى لكم وقتا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.